الأسد من الحيوانات المعروفة بقدراتها الجسدية المذهلة، والقدرات دي بتجعله يصنف من أقوى السيناريات في الحياة البرية. لكن على الجانب الآخر، يعتبر النمر السيبيري من السيناريات القوية اللي بتقدر تنافس الأسد في القتال، وده بيطرح تساؤل: يا ترى مين الأقوى، الأسد ولا النمر؟ وفيديو النهاردة هنعرض معاكم أهم القدرات الجسدية لكل من الأسد والنمر ومين الأقوى. بس قبل ما نبدأ، ما ننساش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس علشان يوصلكوا كل جديد من فيديوهاتنا. في البداية، الأسد والنمر الاتنين حيوانات قوية، وكل واحد فيهم بيمتلك صفات جسدية بتميزه عن الآخر. لكن الأسد والنمر لو تم مواجهتهم مع بعض وتغلب أحدهم على الآخر في نطاق المجموعة، بيبقى الفوز هنا للفرد مش للفصيلة بالكامل، لأن في عوامل بتحكم الفوز هنا، وأولها حجم المنافس. يعني الأسد هنا هل هو أفريقي ولا آسيوي؟ وعلى الجانب الآخر، النمر هنا سيبيري ولا بنغالي؟ لأن النمر السيبيري بيصل وزنه ل 350 كيلو جرام، وطبعا وقتها بتفرق في الحجم. ومن العوامل اللي بتأثر في فوز الآخر هي الخبرة والذكاء، لأن بالرغم من أن الأسد بيمتلك شجاعة في القتال عن النمر لأنه دايما بيبدأ الهجوم، إلا أن النمر بيمتلك ذكاء أعلى. وده اللي قاله علماء جامعة أوكسفورد، إن النمر بيمتلك دماغ أكبر عن الأسد، وده اللي بيساعد النمر في التفكير دايما قبل الهجوم. وده اللي بيحصل فعلا في معارك حصلت بين الأسود والنمور، فبنلاقي النمر دايما بيتراجع. وده مش لأنه ضعيف، لأن من الطبيعي لو لقى أسدين قدامه بيبقى عارف كويس نتيجة المعركة، ودي من العوامل اللي بتساعد الأسد في فوز معظم معاركه مع النمر، لأنه دايما بيتقاتل مع الآخر من خلال المجموعة. ومن الصعب في الحياة البرية نلاقي أسد لوحده، لأن بطبيعته حياته الاجتماعية دايما لازم يعيش في زمرة لا تقل عن 6 أفراد. والسؤال هنا إن الأسد لو قابل لوحده نمر سيبيري، إيه اللي ممكن يحصل ومين اللي هيفوز؟ وللإجابة عن السؤال ده لازم نتعرف على بعض الاختلافات الجسدية بين النمر والأسد. في البداية، النمر أكبر السيناريات في الحجم، لأنه بيصل وزنه تقريبا ل 350 كيلو جرام. لكن على الجانب الآخر، الأسد بيصل وزنه ل 250 كيلو جرام، ووقتها الغلبة بتكون للنمر. واللي ما يعرفوش الكتير إن النمر السيبيري بيمتلك قوة فك أكبر من الأسد، اللي بتصل قوته ل 1050 رطل لكل بوصة مربعة. لكن الأسد على الجانب الآخر بتصل قوة فكه ل 600 رطل لكل بوصة مربعة، والنقطة دي بتعزز من قوة النمر مقارنة مع الأسد. ومن أهم الاختلافات اللي بتميز النمر عن الأسد إنه بيمتلك عضلات أكبر من الأسد، وده بيخليه يمتلك أرجل خلفية قوية. وبنلاحظ ده في القتال، فبنلاقي النمر بيقدر يقف على أرجله الخلفية بسهولة ويتقاتل بالأرجل الأمامية. لكن على الجانب الآخر، بنلاقي الأسد بيسند على 3 أقدام ويتقاتل بقدم واحدة فقط. وبيمتاز النمر عن الأسد بأنه يقدر يقفز لمسافة تصل ل8 أمتار. وزي ما قلنا قبل كده، أن وقت المعركة النمر بيفكر كويس قبل الهجوم، وده لأنه أذكى من الأسد. لكن الأسد على الجانب الآخر بيمتاز بالشجاعة، ومش فارق معاه مين اللي قدامه، واستراتيجيته دايما هي الهجوم. ومن العوامل اللي بتحمي الأسد في أي قتال إنه بيمتلك لبدة موجودة حوالين رقبته، واللي بتحميه من العض من أي مفترس بيفكر يقرب منه. وقديما كان بيتم استخدام الأسود والنمور في حلبات المصارعة الرومانية، خاصة النمور كانت أساسية في أي حلبة قتال، وده لأنها معروفة بكتلتها العضلية مقارنة مع الأسود، ده بالإضافة لمهارتها في القتال والتخطيط. وبيقول بعض الباحثين إن الأسود في الصراعات بتكون حريصة دايما على إخضاع المنافس واستسلامه فقط، بالرغم من شجاعتها في البداية.
لكن النمر في القتال لما بيتفرض عليه انه لازم يتقاتل مع الاخر، وقتها بيفكر ويخطط وبيكون هدفه انه يقتل الخصم علشان يقضي عليه. وده اللي حصل فعلا في أنقرة في 2011، نمر قتل أسد في حديقة الحيوان. وفي النهاية كل من الأسد والنمر حيوانات قوية وبتقدر تنافس في القتال بمهارة، والفوز هنا بتحكمه عوامل بتساعد الآخر إنه يتغلب على خصمه. لكن يظل النمر السيبيري أقوى جسمانيا من الأسد. ولو الفيديو نال إعجابكم ما ننساش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس علشان يوصلكوا كل جديد من فيديوهاتنا.